معناها الدولة نمدا يو مهمدة إلها هاي إن لم يدسنا هذا يوحد دولة نمدا وضنتها إن لا إله ليه شيخ خير الله سيه وسفي عن أيون وفاء فهي دولة نمدا وحضنتها وبلارين وأنا بدين ترعان هؤلاء ديات أكل الدوان أو بدن واي مركا حيوب أنتها مد والبا مركا ذي سجارة إن لوجها بلو وأنا وقت داري وأنت هاي ما أنتوا عن ربا مد الشيخ وقال لي آه إن لوم مد إسنادو دولة نمدا لا دوره أو أن دحدة إذا لسكو قب قب سنين أو أن دحدة إذا محن كور هذا أراد إذا قف كفكر كيس وأنا أحر وأنا كين كريا لكن واحد أصل كوعيهن فكر كمركات كين يصير إن أظهرت كوب حسن النية نية ده هذا سن أو واحد ووحي سماي أت إسلاه ذاي إن أتفكر كوكو كنت وحان وحقد هذا إسله محو هاي أكو كين مدة كله بين هذا نحن دمانتين قال داد وانا قد عيان أنو قد دالي إنه نية سن ولبا وح قفك كلا ولا لك صحدا كوا وحي تاي إنه عقل علن إنه أي ماذا أو ويرادو سدان أي صح كتاي أما سدان أما سدان كرون تاي أما سدان هذا رقبته وش سكفي عن إيه وحلا مدا لكن هدي وحلا يسكو عم باريه أو يسكو ضلع عيه إنه قط حوجا وحيا بقى قلب جدتك وحكل الجلين يا أيتها دولة الصومالية سدي على إسكين نهرب عن كدك الصومالية هنشيسة دوريدنا هنشيس لا دولة دعت أي لد الرسن تاع سدي ده مجرته دعوين رئيس الوزراء وزير برلمان قدوم برلمان دمان صومالي تحديدا عد أن لد الرسن هم علنا هم مجرته دوريدنا دمان بإنان هشيس لا هن أنا قول دولة دي يا ربنا إن عندك الصومالية تحديثه أن مركب حواء على هذا يرير إيو دقال يرير معنا كقولنا حكمة عقل ما لكن قف دولة نمد إلا أن دل كان دن أي مسؤولي دي سيانا لصاري قف دولة نمد تحديثه وحواء سيلا قرروني أو قبنا يا دل أركو ورهاب السيدان وقال لقرروني هاي معانك هذا السيدان هلا يلا أما السيدان أما السيدان كرون تاي إن لي يرادو أو لو عقل عليو أما لو عنا انتبع محواه وعنس لها واجباتك مسؤولين تا قرن كسار أي كمتاي تاس مر كان انتا سوق بحو شالي قلاه وزير ذا حكومة فدرالك الصومالية قرار أي سو صارين سيدي كل هربا قرار كي أمنيه أي سو صارين قرار كي أمنيه أي سو صارين قلاه وزير ذا رجل زاروه قامنيه وات أركتين دانتي كجرتي ما أنت ووحلا تابكر أولا أركي مسارح دي كتلتي قرار كاس قرار صحة إنو أها قرار توسن ووقت جيسي يماشو قوها بونا لغيري هدام بالله صوت داهن إنو أهاي وكمر غاتي كعنو وارقني وصوت تابني وكما تسيهين قولهن محو أهاي وزير هذا قولهن حكومة دهود جر أهان ورزل زارو مدحوية شالين قرار كلا أيها دان حكومة إيجارتي واهو با أساقنو هدي ألا يرادو مدل ما هدي إنو نقندونو سيدي كيهور أن أقوذ إستاقني هدي أن مركلة أن أقوذ إستاقنو أقونا مدونو كيهور واللوذ إستاقي واللو مدو بي واحتركي سنوال أركي كان هدان سيدو كار أقوذ إستاقنو أو محاكو رادا قلبيغا أن كجعلانو أو أن فعليا أن وحقبتك أن وحققبنو أو عدي أنا وحقبني إن أفكا إيه قولك إيه محاكرة عطك أن محاكرة هذا كتاغيرنو والله هو إن أساقنا الله آيه ولا ليال هذا قرنو كادلنا أرنتا مصو ماسوقا لنسا شدا حولاد دوينا معقول ما وحارة دادك سوى ماليات يولا لها إنت فردي بينا وشاق ما أنت عالم كونا كالميا askartaas amniga caasimada maanta waa suugtaan leenahay qarashadkooda iyo qalabka ay ku shaqaan in badan oo kamida kaalmaana lagu sii walaalo waa maadsiin khair Allah siye oo danta ay leeyeen dan Soomaaliyad leh Soomaali inay hagaagto ay tahay ayaan ugu kaalmay annagayna waxa laga yaabaa inaan qaarkeen garaadku ka gaabtay in ay aflagaad iyo wax meelo kale ay ka galiyaan لكن waxaan raamantu waxaan socod waxay tahay xoogeen iyo xoolaheen inaan isku geyno ayaan dawladdu ku waxayn karnaa
وانا ركبي كرا وانا ركالمي كرا وانا لا ركبي وانا نركالمي لكن الى غورما الى غورما يا انا ركبي يا اما انا ركالمينيا ولقيت انا ما كبي انا ما ركالميني اي يا لو الى دانشا ايا سومالو دي جيرتو ورنكي ورماش انا لغو هايستا وربك انا هاي نكيرا ايا لو الى دانشا ورنكا لوكا لوكال ميليرا لكن هذا مركا انغو وا هادلني فعلان قبلني وحين لوو كالمي سيده او فيناي انان اوموجينان تسني ددك سومالياتنا واخ قبلان تسني كوين كالميين ابالكود انان وحين لوو كالميين واخ قبلني اهيده وا تسني ايضا انان واخ قبلين لكن ما انت الحمد لله وحيتها ارنت شلي غرا وزيردو اي قرارك غوانك كسو سارين ان اسكالمينا انغا واي war annagu aan iskabno oo aan iskaalmayno way oo wax yarka oo aan haysano aan beeqaamino oo sida si ugu fiican aan u isticmaalno war midka doonaya in wax yarka ah ee aan haysanay in uu wax ka reeb in aan dhaan u kaadi adiga joog dadka Soomaaliyeed macquul ma amni ya rabna kalma caalami ina amnigeena ka sugno garsoor iyo cadaaladaan rabnaa kaalma caalami ah inaan ka sugno garsoorkeen iyo amuureena si ay u dhaqan galaan sina macquul kuma aha xaraadad Soomaaliya inaan sheego ko waajibaadka dawladnimadu ay ku leedahay inay bixiyaan ka dheeri waliba inay bixiyaan xuquuq lacagta dawladdu ay u baahan tahay dadka Soomaaliyeed ee adeegyada gacantooda ku jirta in dawladda lagu kaalmeeyo lagu garab istaago lacagtaas adigaana muwaadin ahaan waajibku ku waa inaad bixiso dawladda waxa waajib ku ah inay ka ilaaliso lacagtaas in gacmo khaldan ay ku dhacdo suxun in loo isticmaalo jeebada khaldan inay gasho sidaan horba u sheegnay qaraarka shalay ay xukuumadda gaartay waa ka mas'uuliyaddaas saaran dawladnimada gaar ahaan xukuumadda oo fulintii ah waxa waaye gacmo khaldan inaanay ku dhicin lacagtaas oo aanan la docfulsan oo aanan maxaa ku dana gaar loo adeegsan waaye dadkuna inay bixiyaan waaye marmarka qaarkood xanta fuli xantii ma moogaan la yiri waxaana soo gaaro dadka qaarkiis oo mas'uuliyiin ah oo ganacsata oo maxaa ku yiraahdaa qaarkood ay akhyaar odayaal yihiin oo qaarkood ay culimo culimo yihiin inay leeyihiin lacagta maxaa u bixinaysaa dad bixisa kulli maxaa wax lagu qabanayaa qofa iska qaadanaya maxaa u bixinaysaa midaha maxaa ku yiraahdaa daar ku dhisanaya maxaa u bixinaysaa midaha baabuur ballad buruuf oo maxaa ku yiraahdaa qiimahaas jooga yaa laga siinayaa wax la mid ah meeshaas waaye meesha ay xukuumaddu ka jawaabtay shalay waxa ay ka jawaabtay xukuumaddu wax waaye lacagta dadka laga qaado ee noocyada kala duwan ee canshuurta ee dadku ay bixiyaan Soomaaliyeed oo ay u bixiyeen in loogu adeego ballan ay qaaday xukuumadda shalay in ay dadka Soomaaliyeed ugu adeegayso war waxa hal ilaali kaas hal ilaali kaas hal ilaali dadaa dhibsanayo dadaa u arkay masaalixdooda in laga daba yimid dadaa u arkay in maxaa ku jira inaanay ahayn ogoobay walaalayaal dadka Soomaaliyeedu meel kastoo ay joogtaan war tuug ahl maah oo qaraabo maah oo saaxiib maah oo isku hallayn ma galiyo waa dawaaba tuuge qaraabaysiga aan ka dhaafno oo saaxiibtinimada aan ka dhaafno oo ka xishooshada aan ka dhaafno haddaad tuuga ka xishooto kii la dhacayna maxaad u samaynaysaa hooyada caafimaadka mudan ee ambeese ay caafimaad ku iibsata aan haysan maxaa kaaga san wiilka yar 5 milyan oo soo dhalinyaro ilmo Soomaaliyeed oo dhashay oo da'di iskuulka gaaray ayaan iskuul aadin oo jidka carrada ku beega maxaa kaaga aadin haddii adigu kaaga iskuul bisha $20 ama $15 ama $10 laga bixiyo aad u dirsan kartid kaasi waa maxay haddaan Soomaalinimo iyo Islaamnimo iyo wax xataa aadan u fikirin xataa
ويل كان يقبض عضد شيء بس هذا أذك أتقو حكوا بريسو قلايس لغة أوجا حيران أو أنو كسرعون كرينا ونقونا يا عنو جاجيت كعرضة كبيجة يمانته كاس عد ملايين أما بغلالك كنا دور أنت تبح برتاي دي بدو قدرتي جامعة وين كسر صارتو دعسي أو سومالي أو هالكن دل كيسي هاي قلايس لغة أوجا حيران أو وحي عد صاب برتاي مال جلنتي عد جلنتي أنو أصلا وح سكولا ترن أديكو والدنا وح كولا ترن ومدنا أنو وح كولا ترن وكون نقونا يا وانا سو ارغني وانا سو ارغني ور ولاليان وايو وحنا بارين ور مكلا غوريسا كرنو نولو في عن كوما كلا جيري كرنو شرف مكلا لهان كرنو دل كان انو هاغاغو دولد ياشو هورو او كوو ادويدا مقامكي اي ميش او كولهاي او استاغو سيداس ام بادو شرفتاد كو جيرتا معنى كولهدا باسبوركاغو ميل تاغو adiga safarkaagu meel tago tuugi waayo aan lagu dhayn ki argagixisada waayo aan lagu dhayn ki qaxootiga waayo aanan lagu dhayn dawlad hana taada ayay ka xigta dawladdiina waa adeeg bulsho loo qabtay ma qaban karto hadaan ay gacmihii ay ku adeegreed aanay haysanin arrimaha naqaalaha maaliyadda dawladda dawladdana waajib ka saaran inay ilaaliso shalayna isdabartay oo ilaalisay oo sida ay u ilaalinaysa ay sheegtay adiga ka muwaadin ahaan walaalayaan dalkan akhyaar badan inta fadhido saaxibada ah oo aniga qoomka ila qarniga iyo lamida waa u soo joognay shalay dawlad anagoo leh ayaan dawladdi duminay oo ridnay markaan dawladda ridayne mushaarna ma doonaneen xaggana uma waxaysaneen baasa bangiga ma noogu jataa ma lahayn dawladda waxaan ku ridnay xoolaheena iyo xoogeena ku ridnay ogowbay maantana xoolaheena iyo xoogeena inaan ku dhisnaa naga xigto inaan dawlad yeelano shalana laguma kaalmeen dumintina laguma kaalmeen ra'yi iyo wax hadii tala iyo hadii fasaadna la dhaxdhigo waa guul laakiin raashin aan cunnana lama siin baasanana lama siin baabuurnana looma kirin kulli waxay ahayd lacagteena iyo xooggeedna ahayd maantana cagsigeedii bas waaye waxaa haddaan shan waxaan sameynay inaanay fiicnayn maanta aan ku qanacsannahay ama si ka fiicanoo loo samayn karay inay jirtay aan ku qanacsannahay maantana sida aan u naalahay si ka fiican oo loo sameeya jirto oo ah dawlad inaan yeelano annagoo isku duuban war dawladdu dhaqaale la'aan ma shaqayn karto ugu yaraan adcaful iimaan maxaa ah waxaa ah dawladda qarashkeeda inay ku filnaato horumarinta mashaariicda jidadka dekadaha arboorada oo warshaduhu wuxuu hanoo dhinaadeen laakiin qarasheedkeena yoomiga ah ee qofka dawladda adeegaha dawladdu u adeegayo oo madaxweynuhu ugu weyn yahay laga soo bilaabo biilkooda ma bixi karnaa wixii ay ku adeegayeen oo yaryaray ma u heli karnaa laakiin haddii wasaarad hebel waaye la leeyahay oo wasaaraddii nalka ka dansan yahay oo suuligeeda haddii la galo aanu biyo lahayn oo ninka madaxda mas-uulka ka oo meeshaas joogahay oo subaxii bajaaj ku soo kalaxo xataa baabuur bas ahoo wasaaraddu leedahay shaqaalaha soo aruuriya xataa aanay lahayn sidee marka aan u rabnaa inaan qabanno macalinkii cunuga waxbaray $100 oo biil oo guriga uga tagto haddaan u helayn askarigiina difaaca iyo amnigiina sugay oo aan caawa ku jiifnay oo aan leenahay bannaanka waa nala ilaalinayaa aan lahayn hadday ilmihiisa bikeri caana aanu u heli karin hooyadiisoo waayeela aanu ka siro mushaariya hooya intaan kalba aanu dhihi karin oo ogyahay qalbigiisu ay intaa ku jirto sidee ammaankeenu ku sugayaa isaguna dhiiggiisa iyo naftiisa oo bannaanka la yimid oo inuu dhinto uu diyaar u yahay cunugiisiina bakeeri caanaha u laayahay ama islaanta waayeelkeeda hooyadiis eeda uu muxuu ahay bakeeri mushaariya u laayahay sidee adiga bal qalbigaaga ku noqo dadnimadaada iyo damiirkaaga ku noqo soomaaliyow sidee kuula habboon tahay sidee kuula qurxoon tahay sideed ugu qanacday sidaas xaaladdaas in lagu sugnaado oo sidaas ay wax iska ahaadaan oo aan isweydiino kaalmadii caalamigeed ma naga go-aysaa mase waa la helayaa war haddii la waayo see yeelna
والول مرقدة دتك مسؤولين تهايا واحد عصابة كرمها وانا لقى بحي كرم واحد لقى بحي كرم ولي بقى هان لها دتك الصومالية مالك السوء الجوغان ولا ليال لعكت دولد هلا بحيو دولدنا إني إلى على سؤال عكتاس أوحى لغو طلقة لي ماشي كوه بونيت إني كوب بحسه مسؤولية الكوبات إسعارهم واي قف كدولة كتر سن مستوى كستاج جوجي مسؤولية ده سيدا يتاعي وجودا واينا قانون أكد جندام دولة وقانون دولة وشرع كرقم كيس إيه أود سين ترقم دولة دو إن أي شرع جاي قانونك أي رقم جلسه أوحى أي قريان اللوجيش يلغو رقمه أيك جوان طلاب على قادة شرع وافق سن هل سوق ابتقرتها لقوية لديه مايو سيدة شرع وقبئي وحو شرع وحكمه هليا هذا موادن هوي أب وراد أبت أدر هسود دبكعين هسود دبكعين جمعه رانا هل كانان كدهي توق هدانو اهين توق ماها آمن واي ويل كان أما قبردان يا الله صورها يا شرف يا كرامة أصوة سوق الجوغة توك هدو يا نوحو مضيع الله مرسينا يا انت عقابتي سوء الأكتال لكن هدبع عرارين والي حرق معنى هذا والي الدلي معها والي يري سؤالة لويدين يا معنى هذا إلا الدلي معها إلا شرف تري معها هدونا شرف لهينا شرف ما لها أذيك يانو كشرف ترين هدون شرف ليه هينا شرفتي شرف مركي سؤالها اللي ويدينه يقول الحري متكوين أصوت وبناك سو استاقيا لكن أذيك أنين شرف عن لهين وطوغن مكوس فيسن أما أه هدبع عرن شرف تادي وحودمي وحاسو تن اسكسو حوريو هالميل أو أي أي لاذا أي أي أجرة أنان ككوري لان أي ولي ويل إيه قبر آذان قرنين أما نديس آذان أقونين ضدني مديس آذان أقونين لكن واحد تقال نأيته إنه أذير كيسته أما أبتي كيسته إيه إنه إلما أذيرتهين إنه قرابتهين تقالنا لكن الشخصية ديس قف أهانتيس ما تقالنا وحونا قف دنبقوا وقف سيدي دبا ريره بالوذة توقع يريره بالوذة آمنة مجران قفة توقع أما قفة آمنة قف مركب معرفة يا قونت هذول هذا وياي إن تقربتين سكو قبيلتين سكو جفتين قعنتك السوق يا قف كان هالإيميل ولا ليال وحنوب الله نادي أليرا قرارك شرع حكومة إيسوس صارت بالحرف سيد وياي إن لو دقن قلي حكومتنا إذا بس صارت إسكالها وياي دقن قلي نيساي إن أنا محوها إن لو كارم أي لو تاجر لو قرب استاج inu dhaqan galo waa dawladnimadii oo qayb mar la soo taajinayo qayb mar la soo hal mar ma wada taaji karno dhimar maxaa la dhigi jiray dhimar tagay dhamaan kuma soo noqdo soo lama dhigi jiray dawladnimadeena sidaasay noqotay dhimar tagay noqotay marka maano walba meel ay ka soo istaagay marka meeshaas ay ka soo istaagayso in aan si kaabno oo maxaan ku raadaa aan si riixna ayaana laga raba waxaan dardaarankeen wuxuu yahay walaalayaal دولت نمدي لا أنتي لا من دسرش بواسوا أرجو سوما شباب شعب كلا أنتي سوا لا تابوا ولا قد كان واي لكن شعب كمر كلا هلوا لا أرجو سوما دولت نمدي نسيدو كلا واي شعب كي أبان تاعي تاجر ديس يقرب استاجس حكومة دا على قرب استاجو قرار هذا سيدا أي أفول سال الله دكان قليو iyadana waa ku adkaynayna waana ku kormeerayna balantii ay qaadeen iyo wixii qaraarka ay ku gaareen sidee ahayd inay u fuliyaan isfirfirsiga isriixriixa iska hor imaadka neeka ku noqomaayo sheekha nooga hadlay war hays khilaafina awoodiinu yaani marka la is khilaafo awooddaadu way tagay markaasad meel kale inaad u martido iyo nan kale inaad raasato iyo dawlad kale inaad aado iyad galay iy kii xumaayo taqiino shalay aad qalbiga ka naciis inaad kaalmo u doonatay naqanay maxaana keenayo marka hore in la is khilaafa keenayso hadaan la is khilaafin nin xunna kaalmo u doonamaysid dawlad ajnabi aan kaalmo u doonamaysid waa isku filnaanay
أنا صدق القضاء الخلاف الآن خلاف وكلا رأي دوناشو لكن كلا رأي دوناشو دو سلوها جاجي لا ذا يصير ذا الوحي وحنا أسر وأصدق القضاء شو مر كان سيدا تربتها داد ويدي أما الرأي قاد ود إنه صح كل يد عام سنتاي ضد أي كل أما والولا جرم واي أما صح معها هداد لبذا أنت تقيم سوروا حنا ود وحال الشيء سوقي ما كاسا كاف قاضو كاغو هادو كاغو صح هاي لكن لو غران واي حتى ميل ديغو كان ليس لا غرتي انتاد قادو كادو واي دبا مخو واي حتى لا ايمو ور عقلي ان كشقيسينو دولقادك ان كشقيسينو ربيتان ان ييلانو قرار ان غارنو دولدان ربنا واخ كاستو دولد كو هيلي كانا وا ادول قادان اني واخ كاستو واخ كاستو وانا سنو ربت قيمي لو بخيي لي ورني ما نفتيس او بخيو وا ويلير oo dhalinyaro urdan ah ayaa naftiisa u bixiyowa adiga dulqaad yar iyo inaad xogaa yar si dulqaadato iyo oo lacag yar oo laga rabeeyo iyo raqiis inaad bixiso iyo maxaan ku idaa wax inaad yeesho macquul ma inaad ka dulqaado weydo waxyaabaha yaala dalkan oo xukuumada iyo dawladda guud ahaan ay kada hal mathal yar hadaa idinka siiyo mathal waa badii laakiin mathal أمني ذرها جرت ذلك سو جرت مدو الحمد لله هذا يعني إفا فارئنا نكسب بحينان قبنا واكب بحينان إلا إذن كس مرد واكب بحينان أمني ذر هذا وحيك اللفتي بابور بلد بروف وحلي راه إلا إن ذلك أنا لقاء أقول نمه إنه يماذا واجوك جرنا بلدك بابور بلد بروف أنا موذي جرن واسك سعو جرنا الحمد لله لبنا ما أنا أرك جرن فدنا ذا إن من كان نقوك أنا إنه يكمتها إن بابور بلد بروف تسكي أي اعتمادان أمني قوذ دردس بابور أجره علي راه لابو ما قالنا انت المقلي بي 6 بي 7 وكل حق بدين سيدا لي شيخ بابور ك بي 7 ك 180 كن دولار و جوغا 180 كن دولار و جوغا بابور كاس دكده مره لا كينو 5 كن دولار العشوره 5 كن ججر يرا عشور على قاده صح متاه بابور بقول سديته كونه درجو أمان ما نوحك سكو سفاي ونحوها قيميه سا عالم كان أن أقنع انت أجوه بابور كاس كنتم كون لحدا كونه دولار أو بروفيت أو أسارا لحدا كونه دولار أو بروفيت أنكي هلي إنان ددك أن أقادنو لعكشن كون معقول مطاه تليفون آيفون oo kun ijajar jooga iyo niiclaha sodonka kun jooga isku qiimi in la cashuuro sax ma tahay maanta waxaan joognaa kaadleena waxaas waaye waxa aan diidnay qofna inuu ka gilgisho shilin zaa'ida bixi ninna uu naftiisa keeno yiraa waa kara waa dhimana aniga uu dhinto dhaawacmo curyaamo agoon ka tago هوية قبلنتي كتاقو معقول ما وحيا عقل قديدة هي كميتا لكن مليس كييلاي هدا أدو قرن ويدي والو قرد سينا دولد إيه نظام كشاقي لعق تاسي والاقا قادة عددك لكن وحا واجب نسارونا اللقطان وحيرانا أما أنا ديد إنا الإلالين دلقان ويران دولدان وإن أي لبح ذا قرش كيدا وإن كفل ناتا horumarinta ana lo kalmeeyo horumarinan u baahanay waa mandaq la dhageysan karo hanna la biiro laakin mandaq ma lama dhageysan karo amaana raba laakin wiilka maxuu ahaay london joogo oo ingiriiska indhaha blue gaale iyo kan mareekanka timaad dheer ee washington joogo iyo kan maxaan ku yiraahdaa carabka ah maxuu ahaay khaliijka joogo ayaa lacagti amniga la igu sug lahay isiinaayo oo ka sugaa waxaan balaaya ku dhacday lacagta mayna siyaan karaama jab meesha ugu dambeysay oo ummada gaari lahayd waaye kenya ku soo jirnay soomaaliya ay aan ka nimaado waxaan noo ballanaa tabari waa halkeed laakiin ilaahay hortiis horan waa ugu ballan qaadnay waa u dhaaranay haddana waa ku celinaynaa mar kalena dhaaran isku celin doonaa mas-uuliyadaha qaarkood dowladda dadka u haya أما ندى نلود ليبا إنان إرالي نو
sidaan u kala mas'uuliyad sareeyna inaan u ilaalino inaan isku qabsano inaan qofna loogu turin qofna inaan loogu turin ayadoo ay iyo dacaad iyo kan ahayn markii marqaatiyal cadcad lagu haayo qofkani amaanadii loo dhiibay inuu dhacay ama midan loo dhiibin inuu dhaxda ka dhufsaday qaanuunka loo horgeyn doonaa sharci qaanuunku waxa uu ka qabo sharciga dalkan u degan oo laysla aqbalay waxa uu qabaa la marsiinaa duurka lagu waarsan maa la baahdili maa la waxay maa weliba kaysaska waxaan muxuu ahay ku dhiirigelinaynaa garsoorka iyo miidiyahaba kaysaska musuqmaasuqa ah maxkamaduhu markay qaadayaan in life laga dhigo dadka soomaaliyeed inay arkaan sidoo kale kays kasto oo musuqmaasuq lug la leh maxkamaddu markay qaadayso haddii ciidamada dhexdooda uu ka dhaco maxkamadda ciidamada ay qaaday iyo haddii kays civilian ay qaadayso maxkamadda ee civilianka intaba life in laga dhigo dadka telefishinada ay ka fiirsadaan ay arkaan waxa dhacaya iyo sida loo xukumay iyo sidaasaan rabnaa si ay waadix u ahaatay u caddaato oo aanan laysugu soo gagaban aada iyo aada ayaa u mahadsantihiin dhammaantiin khayr insha allahu guusha wax yaraa nooga dhimo waa guuraysanay ilaahay idankiis aan isu soo ducayno.